السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. نناقش في هذا المساء موضوعا له علاقة بالمنظومة الصحية، يتعلق الأمر بتوالي الإضرابات، إضرابات الأطباء بالخصوص سواء في القطاع العام وأحيانا في القطاع الخاص، والتي تواترت بشكل مكثف خلال الأسابيع والأشهر الماضية. للأطباء ملف مطلبي، سنناقش أبرز مضامينه وكذلك موقف الوزارة الوصية منه، ونناقش طبيعة هذه المطالب المبالغ فيها والمشروع، ونناقش وضعية المواطن والمريض وأسرهم وأسر المرضى من كل هذا، ونناقش في محور أخير كيف يمكن إيجاد حلول لهذه الإشكاليات وفي أفق النهوض بالقطاع الصحي ببلادنا. كل هذا نناقش رفقة كل من السي رشيد صديق مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا سي جامع على هذه الاستضافة. تحية للمشاهدين والحضور الكرام. تحية لك. سي عبد الله العلوي المنتظر، أنت كاتب عام النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مرحبا بك معنا. شكرا سي جامع، تحية مسائية لكل المشاهدين. شكرا لك. سي عبد الرحيم مديحي، أنت أنا ممثل الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، مرحبا بك معنا. شكرا سي جامع ومن خلالك لجميع المشاهدين الكرام. شكرا لك. والدكتور شرف الحنش، أنت منسق وطني تنسيقية الأطباء العامين في القطاع الخاص، مرحبا بك معنا. شكرا سي جامع نقول حسن على الاستضافة، والشكر موصول للقناة الثانية على إلى الاهتمام بهذا القطاع الحيوي في بلادنا واللي كيخص اغلى شيء كنمتلكه في هذه الحياه اللي هو الصحه ديالنا. هو الصحه. نبدا بك السي المنتظر، يبدو من خلال البلاغات الاخيره ديال النقابه المستقله انه هناك تخطيط لاربع اشهر من الاحتجاج والوقفات وواحد البرنامج النضالي سطرته. هل يمكن القول من خلال لغات ومضامين البلاغ انه كنتظروا واحد سنه 2019 ساخنه يعني بين الاطباء والوزاره؟ اذا مساء الخير مرة أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم. النقابة المستقلة للأطباء القطاع العام يعني ودفاعا عن الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراح الأسنان بالقطاع العمومي، يعني اتخذت برنامج نضالي منذ التأسيس 2003 ودازت عبر محطات نضالية كبرى تاريخية ننظر إليها 2008 2011 2015 منذ ابتداء 2017 و18 و19 بدون انقطاع حتى في الفترة الصيفية. الملف المطلبي يعني على رأسه تحسين ظروف الاشتغال وظروف الاستقبال، وكذلك يعني توفير الظروف العلمية والشروط الطبية للممارسة حتى تضمن كرامة المريض وكرامة المهنيين من ضمنهم الأطباء وكل الفئات، وكذلك مطالب مهنية صرفة من قبيل الرقم الاستدلالي 509 كاملا كمدخل للمعادلة لكل الدرجات ولكل فرد من الفئة رقم واحد اللي هم الأطباء والصيادلة. غنفصلوا في هذه القضية رقم الاستدلالي لأن ما واضحش، عنده واحد الشريحة كبيرة. نعم. ديال المشاهد المشاهد. مرحبا. نسول السي الصديق المدير مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، واش عندكم انطباع في الوزارة بأنه ربما هذه السنة من خلال هذه اللغات التصعيد اللي شفناها خلال الأيام والأسابيع الأخيرة أنه ربما تكون سنة شوية صعبة للقطاع الصحة؟ شكرا. وأعتقد بأنه الأمل اللي عندنا والقناعة اللي عندنا بأنه إن شاء الله غادي تكون سنه ديال ايجاد الحلول. علاش؟ لانه ديجا مجموعه من الملفات المطلبيه بدينا كنعالجوا على المستوى ديال الوزاره. اكيد كاين هناك بعض النقاط الاخرى اللي داخله في هذا الملف اللي خاص كنظن غير مؤسسه الحوار الاجتماعي مع النقابات، فاكيد ان شاء الله بالنسبه لنا هذه سنه 2019 غتكون ان شاء الله نامل انها تكون سنه ديال الانفراج، لانه بدون موارد البشريه الصحيه راه ما يمكنش زعما نحققوا الاهداف المتوخات من البرنامج ولا مخطط الصحه 2025 اللي هو يشكل واحد خريطه الطريق من اجل اصلاح المنظومه الصحيه خصوصا على المستوى العمومي. نعم. دكتور شرف الحنش، كاين اللي كيقول في الراي العام بانه ربما اذا كان بين قوسين هناك مطالب مشروعه للاطباء العاملين في القطاع العام، ولكن في القطاع الخاص ما هو المطلب الاساس؟ المطلب الاساس لان يعني وقعت الصوره كبيره عند واحد شريحه كبيره عند الراي العام، ما عرفش صحيحه ولا لا، ان الاطباء العاملين في القطاع الخاص يعني راه لاباس عليهم ومرفحين وعندهم ثروات والعقار وهذا. هي الفكره جات من واحد الحمل تاريخي اللي فيه ان
الطبيب العام ولا الطبيب الخاص بصفة عامة هو أنه مجال الربح، مجال أنه كيتجهلوا الناس اللي عندهم يعني الموارد أصلا، ولأنهم كيتجهلوا لواحد الشريحة اللي كتخلص مباشرة. من الواقع حاجة أخرى، حاليا هاد الأمور ما بقتش كتمر كما كانت عليه، يعني نكونوا واضحين أن عدد الأطباء تزاد، أن القدرة الشرائية للمواطن ربما ناقصة بزاف وغدا وكتنقص مع مرور السنوات القليلة. دونك غير أولا قبل كل شيء كنأكد على واحد الحاجة، أنني من هذا المنبر كنشد على أيادي الأطباء في مختلف ربوع المملكة كيفما كان القطاع على المهام الجليلة اللي كيقوموا بها، واللي خصنا تكون عندنا هي يعني فوق كل اعتبار، لأن الإشكال اللي كاين حاليا هو أننا كان يعني ربما ماشي الإعلام كامل، مي بعض القنوات ولا بعض الصحف الإلكترونية ولا دي كاين تبخيص ديال العمل الطبيب، وهذا الشيء غادي يخلق واحد الإشكال عند المواطن المغربي اللي مني كيجي عندك العيادة ولا مني كيجي المستشفى العمومي ولا الجامعي، كيجي عندك بواحد الحمولة كبيرة، واحد الحمولة الخوف، واحد الحمولة أنه ما مستعدش يسمع كلمة ما يمكنش، ولا كلمة خص موعد، ولا كلمة ربما الله غالب، ما كيقدرش يتحمل هاد الجواب هذا. دونك من هنا كننادي أن الإعلام ديالنا يساعدنا على أننا نرفعوا من المستوى، باش المواطن من يجي لأي ستريكسيور كما كانت ولا أي مؤسسة كما كانت تكون على باله أن الصحة راه حقه، ولكن راه كاين ضوابط وكاين قوانين وكاين حاجة كتحكمنا كاملين. نعم. بالنسبة للسؤال اللي قلتي نرجع له، ديال أن المواطن بالنسبة ليه راه الطبيب العام في القطاع الخاص راه بخير. هاد القضية تقدر تكون يعني لأن كما كنقولوا هذا سوق مفتوح، دونك كاين اللي خدام، كاين اللي ما خدامش، كاين اللي عاد فتح، كاين بزاف ديال الأمور كاينه في أرض الواقع. من الهدف من هذه الإضرابات باش نكونوا واضحين أن الهدف ديالها هو المواطن بالأساس، ماشي مصالح شي فئة معينة، ماشي مصالح الأطباء. هذا الشيء ما كاينش، ربما عندنا مطالب سي نورمال باش كن نحسنوا ظروف الشغل. بحال جميع المهن، وهذا مطالب مشروعة، ولكن المطلب رقم واحد عندنا في هذا الإطار وكنأكد عليه هو مراجعة التعريفة الوطنية. ما معناه؟ مراجعة التعريفة الوطنية يعني الإنسان اللي مؤمن ملي كيمشي يدوز عند الطبيب اختصاصي، طبيب عام، وين في القطاع الخاص، كيخلص واحد القدر معين. مثلا نهضر على القطاع اللي انا كنمثلو، على الفئه اللي كنمثلها، فمثلا كيدوز عند الطبيب 100 درهم ولا 120 درهم ولا 150 درهم على حسب المناطق وعلى حسب المدن. التعريفه الوطنيه باقه هي 80 درهم، دونك يتعوض على اساس 80 درهم. دونك هذا المواطن ملي كيمشي كيدوز لا كونسلطاسيون، كيدوز عند الطبيب ولا هذا عند الطبيب العام في القطاع الخاص، كيتعوض ب 80 على اساس 80 درهم. الفارق كيتحملوا المواطن. احنا ما ضرناش هذه المساله مباشره، ولكن هذا الشيء كيأثر بطريقه مباشره على القدره الشرائيه للمواطن. هذا المواطن فعاد ما تبقى له كون كانت مراجعه للتعريفه الوطنيه باش يتعوض على الثمن اللي كيدوز به عند الطبيب. ولكن مثلا قبل ما ندقوا لان مثلا هذيك المراجعه الا تمت مثلا 100 ولا 150 درهم، يعني الاستشاره عند الطبيب غتولي ب 300 ولا 400، ما غاديش تبقى في 120 150. لا احنا كنقولوا ان الثمن اللي كيدوز به عند الطبيب احنا ما كنقولوش غادي نزيدوا في التعريفه. دونك هذه دونك باش نتفاهموا، مراجعه التعريفه الوطنيه اللي على اساسها كيتعوض المريض. دونك لا كونسلطاسيون راه باقى في بلاصتها، ولكن هذا المواطن من حقه اللي خلصوا يتعوض عليه، راه هذا هو التامين في جميع بقاع العالم. واضح، مازال غادي ندقوا فيه. السي مديحي، ملي كنتكلموا على الاضراب كيف ما كان يعني مشروع او غير مشروع، هذا نقاش لكل يعني وجهه نظري، ولكن ربما الا ترى بان المتضرر يعني الاساس من هذا الشيء هو المريض واسرته والمواطن بشكل عام؟ بطبيعه الحال سي جمال، ان الحلقه الضعيفه اللي الضحيه الاولى وهو المريض بطبيعه الحال. احنا لا يهمنا بالنسبة للوزارة الوصية أو القطاعات ديال الأطباء فيما يخص التمثيلية ديالهم، لأننا الآن من الصعب جدا باش نلقاو واحد المعادلة لإيجاد معادلة ما بين الحق ديال الطبيب والحق ديال المريض. حنا
في الجامعة الوطنية نؤكد على أن هذا القطاع متردي كارثي. المريض والضحية، ناخذ واحد المثال بسيط جدا. احنا من كنتوصلنا الشكايات في شباك المستهلك على وجود إضراب في مستشفى معين، كنلتحقوا كنلقاو الناس كتبكي، الناس الأسر يعني فوضى عارمة في المستشفى. ولكن بالله عليكم كيف يعقل على أننا احنا الآن في إضراب هذا القطاع ديال الصحة اللي احنا عندنا موقف منه كجامعة وطنية، لأننا نطالب بتقنين تدخل ديال المشرع تقنين الإضراب في هذا القطاع ديال، لأنه قطاع استثنائي يهم أحد القدسية ديال الحق في الحياة اللي هو المريض. دائما كيكون هذا المريض وهو رهينة ديال هاد شد الحبل ما بين هاد القطاعات وما بين الوزارة الوصية، وبالتالي الضحية وهو المريض. ونحن غادي نبينوا اشياء أكيد متعدده بالنسبه لنا. خلي السيد المنتظر يوضح لنا الله يجازيك بخير هذاك المطلب ديال رقم 609، لان كاين اللي كيقول هذاك هو المطلب الحقيقي والمطالب الاخرى ربما غير 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 كتغلفوا حسب بعد وجهه النظر. الرقم 609 كاملا هو مطلب اساسي نعتبره في ملف مطلبي ولا تنازل عنه ولا رجوع يعني من دونه. شنو كيعني الرقم الاستدلالي؟ هو في الوظيفه العموميه هناك بدايات، ومن بدايه توظيف الوظيفه العموميه عبر ارقام تدل على يعني شبكه الرواتب الى غير ذلك، فنحن نبتدئ حياتنا المهنيه بجميع التخصصات بجميع يعني في الاطار الفئه رقم واحد برقم استدلالي المؤشر 336، ونحن نطالب ب 500 بالدرهم. يعني كنبتدئ حياتنا المهنيه ب 8000 درهم بعد سنوات الدراسه يعني والمسؤوليه الملقاه على العاتق. يعني انتم تعلمون انه في على كل حال فمطلبنا اساسي، وتليه زعما مطالب اخرى من ضمنها درجه فوق خارج الاطار حتى تكون تحفيزات للموظف، لانه ابتداء من سن الأربعين الموظف لا تحفيزات له، لا تحفيزات له الى ان يعني يتقاعد، وهذا امر. لذلك نطالب بتحفيزات من ضمنها يعني درجه فوق خارج الاطار، والا باش نقبطوا هذه الكفاءات تبقى في القطاع العمومي لخدمه المواطن، والا كل شيء باغي يخرج لهذا. ثانيا تحفيزات المهمه هو تحسين ظروف الاشتغال ظروف الاستقبال بتوفير المواد يعني الاجهزه البيوطبيه يعني القصر المنتظر الله يجزيك بخير باش يجاوبنا السي صديق على النقطه هذه ديال رقم 6509. واش السي صديق هذا المطلب مشروع ولا مبالغ فيه؟ علاش يعني بقات في شو يعني تقريبا سنوات بقى النقاش في هذا المطلب هذا؟ هو بالنسبه للمطلب الخاص بالرقم الاستدلالي 509، فالمرور من 336 اللي هو كيدخل ليها كيدخل حاملي الماستر دكاتره والاطباء يعتبرون كذلك بنفس الدرجه بحال باك بلس 5. نعم تحويل من 336 على مستوى التعويضات الماليه راه تقريبا واحد 400 درهم. مي في كاين الاشكال، الاشكال هو بكامل تعويضاته اللي هنا كيولي واحد المبلغ اللي كيقدر يوصل حتى ل 3000 درهم كاضافه. هذا غير من الاساس نوضح المساله. في 2011 كان تم اتفاق الحكومه مع اربع نقابات اللي تم قبول تمكين الاطباء من 509، مي على مستوى زعما التعويض المالي تكون واحد 400 درهم. يعني انتقال بين طبيب مبتدئ وهذا من 8000 حتى 8400، عوض من 8000 حتى 11000. نعم هذا هو، ولكن بكامل تعويضاته بالنسبه على مستوى الاطباء ما وضحش بزاف. الفكره اللي كاين هو انه كامل تعويضاته كنحاولوا نشوف واحد الفئه اللي كتشبه شويه اللي قريبه من الاطباء اللي هي الاساتذه المساعدين، وما عندهم بعض التعويضات المرتبطه بالتاطير العلمي الى اخره. دونك هذا هو من الاساسي نوضح هذه المساله هذه. سي فغي بالنسبه مثلا الاطباء عندهم واحد الدور اللي هو اللي خاص بهذه الفئه اللي هو مرتبط بالتاطير الطبي للمرضى الى اخره. انا غير الا سمحتي برجع واحد النقطه. نعم. نقطه اساسيه. احنا المنظومه الصحيه الوطنيه هي في طور البناء، خصنا كاملين، لا اداره لا نقابات لا مجتمع مدني لا صحافه، خصنا نساهموا في البناء ديال هاد المنظومه. زعما نشر هاد الصوره السوداويه الكارثيه للقطاع ما كيفيد حتى شي حاجه، وكما قال الاخ قبيله راه من الشروط
ديال الاستشفاء ديال المريض انه يمشي عند الطبيب كيثق فيه. انا عطيت واحد المؤشرات اللي كيبين الدور ديال زعما الطبيب وكذلك الممرضين على المستوى الوطني. راه دزنا من معدل ليسبيرونس دو في من 47 في الستينات، حاليا دابا حنا في 2015 في 76 سنه تقريبا، قراب من الدول المتقدمه. هاد باش نوصلوا لهذا المؤشر هذا راه كاين وجود حقيقي ديال المنظومه الصحيه كلها. اكيد كاين مجموعه الممارسات الاخرى اللي مرتبطه حتى كتحسن هذه المساله هذه. كاين حاجه اخرى وتيخصنا نشيروا لها، راه مثلا غير في 2018 9.5 مليون استشاره للمرضى اللي دارت في المستشفى العمومي. سي فغي للاسف بانه يمكن ثقافتنا حنا الشعبيه دائما كنشوفوا غير عندنا القدره على النقد اكثر من الاعتراف. لا هو انسانيا بشريا كتبان غير الامور السلبيه. اكيد بانه مثلا كتكون يعني 10,000 حاله ولاده عاديه طبيعيه، ما كاين حتى شي اشكال، كتكون حاله واحده هذا كتخلق المشكل. هو انا اللي بغيت نرجع ليه وشرح ليه تسهيل حنش، هو انه مثلا فيما يخص الاعلام، واخا نعيو نقولوا ها هو راه النظام راه المستشفى مزيان وفيه المرافق ونديروا داك الشيء العام زين ونمشوا للعياده الخاصه، ولكن ملي كيمشي المواطن كيلقى واقع اخر، واخا يمشي غير مواطن واحد من من, من 10,000 راه كتولي صوره اخرى، خصوصا الان مع مواقع التواصل الاجتماعي وهذا. فمهما يعني كتكلم على الاعلام مهما، ولكن كاينه في الحقيقه يعني ممارسات حقيقيه يوميه اللي تشين وفيها الاطراف مختلفه، ماشي غير الاطباء بوحدهم ولا غير المسؤولين بوحدهم. هو اكيد ما يمكنش نعزلوا الطبيب كموظف عمومي على باقي الموظفين، كما كاين الناس المزيانين في جميع الادارات في جميع الموظفين كاين كذلك في ذاك. حنا ما يمكنش نقولوا بانه راه كاع القطاع فيه غير الممارسه الجيده. انا نعطي واحد المقارنه في فرنسا، فقديت بانه كيبين بانه حتى الناس على مستوى فرنسا كاين عدم الرضا. 20,000 اعتداء كيكون في السنه، يعني كل 30 دقيقه كيكون اعتداء سواء على الطبيب او على الممرض. هذه فرنسا. ما معنى بانه هذا الاعتداء؟ راه نوع من عدم الرضا، من الاحتجاج. من الاحتجاج. ما نشوفش بانه المريض ملي كيمشي اولا المرافق ديالو ملي كيمشي راه كيمشي مثلا معاه سواء ابن ديالو او بنت ديالو او واحد من العائله ديالو، وبالتالي هو كيكون ضعيف على المستوى ديال انه حتى مريض، كيكون بطبيعه الحال كيكون على استعداد انه مثلا تخرج منه شي ممارسات اللي بطبيعه الحال كتسيء. اللي زاد عاوتاني زاد عز هذا الوضع هذا هو ان كل شيء ولا صحفي، كل شيء ولا عنده تليفون، كل شيء بطبيعه الحال في اي قدام اي حاجه كيقدر يصورها وكيبارطاجي. مي كنتمنوا زعما كاين مجموعه من المواطنين اللي كيدخلوا كيتستقبلوهم وكيعطوهم الكونسلتاسيون ديالهم وكيعطي الدواء وكيخرج ساتيسفي، وزعما حالات كثيره. غير هنا زعما الفكره بنقصد بانه حنا كاملين عندنا مسؤوليه نبنيو هذه المنظومه هذه، راه ما مصلح حتى شي واحد اللي بقينا كنشروا هاد الرسائل السلبيه، راه واحد اللحظه غنبقاو بلا منظومه صحيه وطنيه. سي مدي حوقي عنده شي تعقيب على هاد الافكار اللي سمع؟ بطبيعه الحال بالنسبه لنا حنا كجامعه وطنيه لحمايه المستهلك، اعتقد ان كل ما قاله هو بعيد كل البعد عن الواقع اللي كنعيشوه. اي واحد دخل اي مستشفى هنا دابا حتى في التواصل الاجتماعي كاع الناس الفيديوهات كتشوف كوارث اللي هي يندى لها الجبين. حاليا حنا كمدافعين عن حمايه المستهلك، اذا دخلتي المستشفى اولا ما كاين اطباء، مستعجلات خاويه، ادويه ما كاينش، اجهزه معطله، استقبالات ما كايناش، الناس كتبقى بوحدها في دوران هكا اداري. بالنسبه الاطباء الاخصائيين وهذه كارثه عظمى كبيره جدا، ما كيتواجدوش رغم انهم كيتخلصوا على المداومه ديالهم وما كيتواجدوش نهائيا. شكون اللي كيحمي هاد الناس وشكون اللي الجهه المسؤوله؟ بطبيعه الحال الجهه وهي الوزاره الوصيه، وكذلك نحمل المسؤوليه نقابه الاطباء، لان حينما كنطالبوا بواحد الحقوق ديالنا خاصها تكون واجبات. انا ارفض هاد المطالب حاليا حتى في نقاشها، لان خصنا الخدمه اولا وقبل كل شيء، لان راه الارواح ديال المواطنين تزهق يوميا في صمت رهيب جدا. خلي السي المنتظر يجاوب. نعم، اذا احنا في اول مطالبنا هو تحسين ظروف الاستقبال للمواطن المغربي كما يقتضيه دستور 2011 بالجوده يعني عاليه بدون تمييز ما بين المواطنين ولا ما بين المناطق. هذا دستورنا صوتنا عليه جميعا. هذا مطلبنا الاول. وكيف؟
وأولا نحن نعاني من ندرة في الأطباء والموارد البشرية، أكيد يعني ندرة يعني كبيرة، وندرة في في الأجهزات البيوطبية، حتى أنه لا يختلف اثنان على أنه إذا توجه المواطن إلى المستشفيات العمومية فيعني يقدر يلقى مثلا تحليلة إلى 4 تحليلات مثلا، ولما يلقاش واحد المجموعة أخرى من التحليلات ويتوجه القطاع الخاص مفروض عليه إلا كان غيدير عملية مثلا، ولا الأشعة كذلك. وحنا حنا اللي كنقولوا أن غير مسؤولين عن هذا، لأن كنوليو حنا حتى حنا ضحايا، حتى حنا مواطنين أصلا وكنوليو ضحايا. لماذا ضحايا؟ ربما كتكون ملاسنات تهجمات إلى أن تتطور إلى اعتداءات جسدية للأسف، لأنه كيعتبروا بأن الطبيب اللي قبلته هو محور المنظومة الصحية، هو المسؤول عن التردي نتاع ديك الحالة. لا يختلف هذا، سيتم في مراقبة ملاحظة أكيد. نحن غير راضون على هذا الأمر أكيد، هذا ما كيمنعش أنه كاين مجهودات، كاين حالات راه كتبان أكيد مجهودات جبارة، كاين نتائج حسنة كاين، لكن ما كاين استمرارية في الوقت وفي الزمان ما كايناش للأسف. فاحنا كنطالبوا بأن تحسن هذه الأمور باش حتى حنا تحسن الوضعية المهنية ديالنا، نكونوا في بناء الثقة اللي خصها تكون ما بين الطبيب والمواطن على طول. للأسف حنا كنقولوا بأن راه حنا ضحايا في هذا الأمر. فيما يخص الإضرابات، نحن نحرص على أنه حقنا دستوري نمارسه، فنمارسه بكل في اطار القانون، نعلم بالاضرابات قبل الاوان. دكتور غير المشاهدين سمعوا شي صوت، راه غير صوت شي جهاز يعني وقع فيه شي خلل، تفضل. اذا قلت بانه يعني في اعلامنا بالنسبه للاضرابات نعلمها، نعلم زعما بوقت كافي وعبر وسائل الاعلام، ثم اننا نحرص على الحد الادنى من الخدمات في بان نستثني من الاضرابات. دكتور اشاروا لها مجموعه الاخوان يعني في صفحه البرنامج على الفيسبوك، بعض الاطباء كيقولوا بانه بعض الاطباء يوم الاضراب يعني في المستشفى العمومي كيمشوا، علاش كيمشوا كيخدموا في القطاع الخاص في نفس النهار؟ يعني الاضراب معروف ان الاضراب هو الامتناع عن العمل، ولكن اضربوا في القطاع العام ومشي تخدموا في القطاع الخاص ربما كيخلق مشكل. نعم انا قلت بانه نستثني في الاضرابات، نستثني يعني المصالح ذات الاهميه، الانعاش والمستعجلات والمصالح الحيويه. هذا الامر الذي قلت يعني ليس يعني قاعده عامه، انما هو حالات استفراديه، حتى انه بعد الطب العام لا يمكن ان يعمل في القطاع الخاص، اش غادي يعمل الطبيب القطاع العام هو العام في القطاع هذه ما كاينش. بالنسبه للتخصصات عاود كذلك، واحد المجموعه من التخصصات ما عندها ما تعمل في القطاع الخاص، كتبقى بعض التخصصات القليله. هذا يعني يعني استثناء ربما يعني ليست زعما حاله يعني عامه. وبالتالي هذا ما تنساش بانه اولا كتفرضوا الطلبيه ديال المواطن، اصلا المواطن هو من يطلب هذا والقطاع الخاص من يطلب هذا. لماذا؟ لان في كثير من المناطق ربما كيحتاجوا بعض التخصصات اللي ما كايناش في القطاع الخاص وكاينه غير في القطاع العام. اما هذه لا نناقش الحالات الشاده اكيد. فكما قلت الى رجعت باننا كنديروا احتياطات في صالح المواطن، مطالبنا لصالح المواطن ان تتحسن الوضعيه وان نمشيو حتى حنايا لمقرات العمل في اريحيه ونعملوا بكل الوسائل اللي يفتح عليها المواطن يعني قلبه بغاها غيلقاها. وحنا ملي كنقولوا له مثلا غادي يحتاج مثلا عمليه خصو هذه وهذه وهذه في التحليلات والاشعه وكذا، فباش يكمل يعني لو بيلون كامل كيخصو، كيعتبر بان حنا اللي دفعناه راه غادي يعطيونا، ما كايناش هذاك الشيء حيت ما عندناش، ما كاينش في القطاع. واخا مجهودات، انا ما كنكرش بان كاين مجهودات، حتى الفريق المواكب اللي زعما الاصلاحات على مستوى الوزاره مع السيد الوزير حقيقه مجهودات جباره، لكنها اقول كذلك في المقابل انها لا تفي بالحاجه، لا بالانتظارات المواطن ولا بانتظاراتنا احنا في القطاع. وحنا يعني دقنا ناقوس الخطر منذ زمان، ويعني تنقول ولكن علاش؟ احنا احتجاجنا عنده مسببات، ولا زالت للاسف مسببات الاحتجاج قائمه. قلنا ندره الموارد البشريه، ندره التجهيزات، المعايير الطبيه والعلميه ما متوفراش في كثير من الاحيان بزاف ديال المصالح للاسف. حنا الطبيب هذه سنوات وكيقوم بالسيستم الدم بين قوسين يعني كيديباني، المواطن كيرغبوا عافاك غير شوف كيفاش دير، راه ما كاينش الدم، غير شوف ما كاينش الانعاش، لا غير شوفوا عافاك ما يمكنش بلا ما تصيفطنا 200 كيلومتر و 400 كيلومتر المساء يعني وبالتالي سيستم الدي حنا ما بقيناش قابلين سيستم الديباناج. لماذا؟ لانه كيعطينا يعني كوارث لا على مصلحه المواطن، وشي مرات كي اونجاجي لا ريسبونسابيلتي ولا المسؤوليه الطبيه. كما انه
بعض المرات كاين مستشفيات نعم. يعني مبنيه ومجهزه ولكن ما فيهاش الاطر. سي الحاج انا بغيت نسولك على واحد النقطه، ربما لاول مره في تاريخ المغرب تقريبا يعني قبل اسابيع كان واحد تنسيق ما بين اطباء القطاع العام والقطاع الخاص، انهم قرروا يعني القيام باحتجاج يعني في اضراب في يوم واحد. بغيت نعرف هذا التنسيق هذا واش من باب التضامن ولا من باب يعني الحفاظ على المصالح الفئويه؟ بالطبع ما كيجيش من الحفاظ على مصالح فئويه، فكما قلت ان المواطن بالاساس هو الهدف ديال هذا الشيء كامل بالنسبه لنا في القطاع الخاص، خصوصا في اطار التنسيقيه الوطنيه للاطباء العامين في القطاع الخاص. فربما نرجعوا للسياق اللي جات فيه الاضرابات باش المشاهد يفهم. اننا عقدنا ربما لاول مره كان في شهر 3 في شهر مارس 2018، كان لقاء اول مره كيجمع جميع مكونات النقابيه اللي كتمثل القطاع الخاص في طاوله واحده مع السيد الوزير. واول مره كيوقع هاد اللقاء، لان قبل كان كيقولوا ديما هاد النقابه ما كتبغيش تفاهم مع هاد النقابه، كنشوفوا هاد النقابه من 8 ل 9 وهاد النقابه خصنا نشوفوها من 9 ل 10، غياب التنسيق. حنا جينا بفكر جديد في اطار التنسيقيه الوطنيه منذ النشاه ديالنا دابا ما يناهز السنتين، كنقولوا ان اول حاجه اللي بغيتي تنجح اي مساله كتسمع في العالم كله كتسمع التنسيق. هذا الاسم التنسيق خصو يبقى يكون عندنا كثقافه. اننا في قطاع خاص دونك حنا كاملين كنمثلوا هذا القطاع، علاش ما ننسقوش بيناتنا ونحطوا ملف مطلبي اللي يكون واضح باش الوزاره كيتسهل عليها، عندها مخاطب واضح، عندها مخاطب واحد وكيتسهل عليها تكون عندها المطالب باينه، يعني واحد جوج ثلاثه اربعه غادي تكون حتى الجواب ديالها ربما خصو يكون واضح. دونك حنا كان اللقاء في شهر 3، السيد الوزير تفهم، رحبنا بالمبادره ديالو اللي دعا الاجتماع مور واحد الرساله وجهناها، دونك رحبنا بالجواب ديالو اللي استقبلناه واكد على ان جميع المطالب مرحب بها ومعقوله، وتهم الصحه بالاساس، وربما اكثر من ذلك قال انها مقاربه تشاركيه ومقاربه اللي يعني مستقبليه، ولا كتقرا الواقع بواحد الطريقه اللي محموده. فاذا به من شهر 3 الى شهر 9 كنتسناو جواب على نقطه من النقط ما لقيناش. شنو كان المطلوب؟ شنو الرد الفعل اللي غيكون في النقابه حتى يصعدوا؟ دونك كان لقاء، كان تنسيق في شهر 9 اللي اتفقنا فيه على المطالب، حددناهم من جديد والاولويات، واللي خرج من هذا التنسيق اللي داز في شهر 9 هو انه تكون يوم اضراب عن كل شهر، وتقدر تعقبوا واحد الوقفه احتجاجيه امام الوزاره. دونك بالفعل كان الاضراب الاول اللي كان في 18 اكتوبر، دونك اللي عرف واحد النجاح ربما تاريخي وربما تبعته جميع الوسائل حتى الدوليه ماشي غير الوطنيه. موراها كانت فتح قنوات حوار، اجتمعنا في الوزاره يوم 2 نوفمبر، كنتسناو الجديد، كنتسناو اجوبه. فاذا به نفس الكلام، نحن نتفهم، رحنا كنعملوا، رحنا كنبادروا، ولكن حتى شي حاجه على ارض الواقع. ما تقالش لكم بانه هذه المطالب غير مشروعه، يعني متفاهمه مشروعه. ما عمرها تقالت. ربما الحل ماشي الان، ماشي دابا. الاشكال هو هذا، حنا كتقول له اعطيني جدول زمني. اذا كانت هاد المطالب معقوله ومقبوله اعطيني جدول زمني، حنا ما نلزمش عليك واحد الجدول ولا غادي ندخل. ما كنقوموش بالاضراب من اجل الاضراب. كلشي بغيتو غدا. ما كنقوموش بالاضراب من اجل الاضراب، ولكن انت متفق معايا ان مطلب واحد اللي كيخص المواطن بالاساس وكيخص القدره الشرائيه ديالو ما كيخصنيش انا. لان الطبيب راه كيحسب لا كونسلطاسيون ديالو كيدوزها المواطن لانه اختار يمشي للقطاع الخاص نظرا الاختيار ديالو او نظرا للمشاكل في قطاعات اخرى. هذا المواطن مشى للقطاع الخاص بغى ياخذ واحد الخدمه في المستوى، ادى اللي عليه من حقه يتعوض على الثمن اللي اداه. هذه مساله كتجيني ولا كتجي للمواطنين ولا كتجي للاطباء مساله مفروغ منها. فاذا به ان مراجعه التعريفه الوطنيه ما دارتش من 2006، لان باش كان الاتفاق كنا حنا باقين كنقراو في ديك المده، سمعنا انه كاين اتفاقات على انه تكون التعريفه الوطنيه اللي قبلوها النقابات على مضض في اطار الدفع بالنقاش للامام، وهذا قبلوها على مضض ديال 80 درهم للطبيب العام و150 درهم للطبيب الاختصاصي.
كان الاتفاق على ان المراجعه تكون كل 4 سنوات. فتخيل معايا ان من 2006 حنا في 2019 وباقى التعريفه الوطنيه. السي صدق جاوبني على القضيه التعريفه، شنو هو الخلل؟ فين هو المشكل؟ بالنسبه للتعريفه ما ننساوش بانها اي رفع من التعريفه غادي نقيسوا الهيئات اللي تدبر صناديق، يعني كنهضر على سينيس والكنوبس، لانه هما اللي غادي يخلص هذيك لا ديفيرونس. وبالتالي هذا كوزاره عن طريق الوكاله الوطنيه للتامين الصحي فخاص يجلسوا الاطراف كاع المعنيه بالامر بما فيها الجيستيونير كذلك ممثلي الاطباء اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص من اجل الاتفاق على هذه المساله. هذا الشيء اللي كاين دابا حاليا، كاين هذا النقاش لانه ماشي مرتبط غير بالوزاره ولكن مرتبط كذلك بفاعلين اخرين، لانه كاين كذلك التوازن ديال هذيك الصناديق. وحنا كنعرفوا الاشكاليات اللي كيعانوا منها الصناديق. انا فيما يخص الملف المطلبي ديال الاطباء اللي كيشتغلوا في القطاع العام، فما ننساوش واحد السياق الاساسي والخطاب ديال صاحب جلاله في 29 يوليوز 2018 بمناسبه عيد العرش، واللي اكد فيه بانه من الاولويات المستعجله كاين قطاع الصحه على المستوى الثالث من بعد التعليم والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واللي اكد على جوج حوايج. صاحب جلاله كيأكد بانه ضروره تصحيح الاختلالات اللي كتعرفها برنامج التغطيه الصحيه. والنقطه الثانيه هضر على يجب اعاده النظر بشكل جذري مع المنظومه الصحيه. هذا الورش اللي مفتوح دابا، ولا لاحظت مؤخرا كان هناك استقبال ديال صاحب جلالة محمد السيد نصر الله لسيد رئيس الحكومه والسيد وزير الصحه، واللي تم تقديم لصاحب جلالة لتضافونسمون ديال اللجنه اللي محدثه في هذا الاطار هذا. بالتالي هذا مساله اساسيه، واي اصلاح اللي مرتبط بتحسين ظروف الشغل ديال الاطباء وديال كذلك الممرضين بشكل عام من موارد البشره الصحيه خاصو يدخل في هذا السياق هذا، لانه كاين مجموعه من المقترحات اللي كما قلت قبيله هو العامل الاساسي فيها هو مساله الموارد البشريه. ومع ذلك غنبغي نهضر على شي حوايج اللي دارت واللي كيبين المجهود ديال الحكومه من اجل التجاوز. الا فهمت السي صديق الفكره ديالك هو انه هذه المطالب وهذه النقط ما يمكنناش نعالجوها يعني بشكل جزئي، ولكن في واحد المنظومه كبيره ديال ربما الرؤيه ديال 2025 على ما اظن. لا، في رؤيه ديال التوجيهات الملكيه ديال صاحب جلاله. لانه كما قلت عطى جوج حوايج، كيقول بانه يجب مراجعه الرميد، وما ننساوش بان الرميد خلق واحد الضغط كبير على المستشفى العمومي. الرميد راه فحال واحد القسم، كان المستشفى العمومي في واحد القسم فيه 24 تلميذ زائد واحد الاستاذ. انه ورش تفتح وما واكبتش مع الرميد الموارد البشريه مع الرميد خلينا نفس القسم نفس واحد زياده شويه نفس الاستاذ، ولكن عطيناه 100 ديال التلاميذ. فيما يخص المجهودات اللي دارتها الحكومه، مع ذلك كاين مجهودات حقيقيه. هذا العام فتم زياده 10.42% من الميزانيه المخصصه لوزاره الصحه. هذا مجهود حقيقي اللي دار رغم الظرف اللي كتمر منها. هذاك هذه فين غتمشي؟ غتمشي من طبيعه الحال في البرنامج اللي اعلن عليه السيد وزير الصحه انس الدكالي لتاهيل المستشفيات العموميه. علاش؟ ملي كنقول تاهيل راه فيها تجهيزات بيو تيبيا، فيها توسعه، فيها تحسين من المرافق، وهذا الشيء كامل من طبيعه الحال غيحسن من ظرف الشغال ديال الاطباء وكذلك ظرف استقبال ديال المواطنين. حاجه اخرى، 2017 كان تخصص لوزاره الصحه 1500 منصب، 2018 4000، والتعاودات عاوتاني 2019. هذا غيساعد بانه تخفيف الضغط على على على, على الطبيب. وهذا مجهود حقيقي اللي دارت. كان مدارك واحد مثلا واحد المطلب اللي مرتبط برفع من عدد المراسم المخصصه للمقيمين. المقيمين هما الاطباء اللي عندهم الطب العام كيبغوا يديروا التخصص. فالوزاره هذا العام دزنا من 160 400 500 منصب اللي خصنا لهذا في اطار استجابه للمطالب ديال 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 النقابه. فيما يخص الرفع من التعويضات المخصصه للحراسه والالزاميه وكذلك المسؤوليه، فالسيد الوزير فتقدمنا بشكل كبير في هذا الاطار هذا، وراه يمكن احنا في المراحل النهائيه باش نخرجوا واحد التعديل لهذا المستوى بحيث كيسمح لنا نرفعوا من التعويضات المخصصه للحراسه الالزاميه وكذلك بالنسبه. اذا السي المنتظر الا فهمت هذا ما قاله السي صدق، مساله وقت فقط، يعني الاجراءات اللي اتخذت بقى غير مساله وقت. واش مقتنع انتم بهذا الشيء؟ نعم، هذه النقطة فعلا احنا كنقولوا بان البرنامج النضالي ديالنا بدينا قلنا من 2017 ومسببات الاحتجاج باقية،
ومن الفنان الطلابي لم يتحقق منه شيء. مساله وقت حقيقه. قلنا فريق العمل الوزاري لحد الان وزاره الصحه يعني عنده ديناميه ايجابيه لحد الان يعني متحركه حقيقه، لكن نريد اشياء ملموسه حقيقه، رغم انه يعني في الفتره الاخيره كان هناك بلاغين بعد على الاقل في الفتره الاخيره مشتركين ما بين وزاره الصحه والنقابه المستقله، الجمعه 26 اكتوبر الماضي وكذلك الاثنين 24 دجنبير الماضي، بلاغ مشترك كي يعني من خلاله تقر وزاره الصحه من مشروعيه الملف المطلبي للاطباء بما فيها الامور اللي ذكرت كلها، هي كتبقى الانتظاريه ديالنا موجهه الى الحكومه المغربيه من رئاسه الحكومه وماليه الى غير ذلك. مسببات الاحتجاج لا زالت كما قلنا بعد نقص الميزانيه لان لا تتعدى 6%، وهذا كيأثر على المواطن وعلينا وعلى التجهيزات الى غير ذلك. المستعجلات كنقول بانه راه مازال كاين ضغط وكاين الانفاق الاسر ما زالت مرتفعه، هادشي كله كنشيروا ليه وفي صالح المواطن. النتائج اكيد ان شاء الله تكون ايجابيه جدا. احنا الاطباء حاليا دابا مؤمنين بملف ديالنا المطلبي، وان كانت نقابه مستقله منذ 3 يونيو 2015 حققت في عبر انتخابات اللجان الثنائيه يعني نسبه 70% من التمثيليه ديال الاطباء في القطاع العام، الفئه رقم واحد الاطباء والصيدله وجراح الاسنان، ولكن الملف المطلبي راه عندنا اجماع 100% الان، والدليل هو ان ما يمكنش نلقاو طبيب او صيدلي او جراح اسنان واحد كيقول انه ضد المؤشر 5-9 كاملا او لا ضد درجه فوق خارج الاطار او لا تحسين ظروف الاشتغال، هذا اكيد. اللي كاين هو ان الوضعيه تشخيص قامت بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيقول بان الوضعيه رديئه، وكذلك المجلس يعني المجلس الاعلى للحسابات، وحتى عبر يعني عبر عنها صاحب الجلاله اكيد يعني في الخطابات بانه، وبالتالي هنا هذه الظرفيه تتميز باراده ملكيه ساميه واراده الجميع في التحسين ديال القطاع والوضعيه، لانه كاين خلل اكيد لا يختلف اثنان عن ذلك. نحن يعني ما عندناش اشكال كنستمروا في النضال، لان النضال اصلا والمحطات اللي قلنا حتى في هذه الرباعيه ديال الاشهر المقبله يعني استمراريه، لان النضال عنده ارتباط بمسببات الاحتجاج لا زالت قائمه. الحوار نحن نمد اليد وكاين لجان مشتركه ما بيننا وبين الوزاره وانها تعمل بايجابيه نتمنى، رغم اننا من بعد تقريبا 20 اضراب ووقفات احتجاجيه وطنيه ومسيره وطنيه ووقفات جهويه الى غير ذلك واحد مجموعه من هذا، يعني لازلنا يعني يعني نامل بالانفراج، ورغم ان 2018 ختمناها باضراب 28 دجنبير و31 دجنبير من 2018 ختمناها على هذه النبره، لكن نقول للمواطن اسمح لنا يا مريض، فالحكومه هكذا تريد، نقول بان يعني 2019 كانت مع ذلك مع البرنامج اللي سطرناه راه فيه الكافي من الوقت للحكومه لان تتدخل بايجابيه وينفرج الوضع. املنا. اولا عندي تعقيب على الجميع. تفضل. بالنسبه للقطاع الخاص، القطاع الخاص نعتبره احنا في اطار الجامعه الوطنيه لحمايه المستهلك قطاع من طابوهات الطبات الكبرى، لا علاقه له بتقديم خدمه للمواطن، هذا ما نضحكوش على ذقون المرضى ولا المستهلكين، هذا الجوهر ديال الوجود ديالو هو الربح، مساله تجاريه بدليل ان عنده خروقات كبيره جدا. اولا ما كيحترمش مضامين ديال القانون ديال 31.08 لحمايه المستهلك، لا في التسعيره لا في الفواتير في النوار، كياخذوا على سبيل ضمان الشيكات، وهذا يعتبر جريمه في حق ابتزاز سرقه ديال الجيوب ديال المواطنين، لان الناس كتجيب المرضى ديالهم كيكونوا في واحد الحاله عاطفيه كنعرفوها، كيعمروا اللي بغاو، شكون اللي كيحمي هذا المريض هذا والاسر ديالهم؟ وزاره الوصيه غايبه غير متواجده مطلقا في هذا المجال، تسيب كبير جدا، شكون اللي غادي يحمي هاد الناس بالنسبه للقطاع الخاص؟ شكون اللي يعطيني دفتر التحملات راهما شي واحد يطبقه؟ ابدا نهائيا. بالتالي فهاد الطابو ديال المصحات الخاصه هذا من الطابوات الكبار، ونحمل فيه المسؤوليه ديال الوزاره الوصيه. بالنسبه للرميد، الرميد ضحكوا على ذقون ديال المرضى في المغرب، الرميد ما كاينش في المغرب، ما كاينش، كيكذبوا، كاينه ورقه كيجيبها توصيل ما عندكش الحق، لا مريتي من المستعجلات تدخل عندك فيه واحد الحق،
وفالك بنهار ما بقاش عند الحق هذاك الضعيف يخلص، ما كاينش الدواء كيمشي يجيبو كيشري هذا المريض، ما كاينش الاشعه كيخرج يديرها، السياره الاسعاف اللي هو واحد طابو كبير خصو يخلصو من باب المستشفى ما كاينش باش يمشي هذا المريض الضعيف الفقير المهمش. من شكون فينا هي الوزاره؟ لا شيء، خطابات اكاديميه، حنا نكونوا واقعيين، نحطوا يدينا على الداء. ما عندناش قطاع ديال الصحه في المغرب، اطباء موجودين ولكن يدافعون على المصالح الخاصه ديالهم، ما كاينش شي واحد يدافع على المريض بدعوى اننا كيتواجدوا. انا كنعتبر الاطباء دائما مضربين، شكون هذا اللي كيجي في الوقت ديالو؟ الوزاره تقدر تعطي شي مراقبه شي مدير ديال المؤسسه الان يتحكم في شي طبيب؟ ما يقدرش، لان كاين النقابه تستقوي بها، يدخل مع ال11 يخرج مع ال12 يدي ولاده يرجع، والمريض كيجي في مستعجلات كيموت في السنتراهين، هذه كارثه عظمى كبيره. نحطوا الاسباب ونتكلموا بشكل عقلاني باش نلقاو، لان كل واحد كيتمنى، انا لست ضد اي احد في حقه في الاضراب، ولكن من حق المواطن المستهلك هو الاول، لان كنعرفوا بان القاعده الكبرى الفقهيه الكونيه الانسانيه اش كتقول؟ كندفعوا بالضرر الاكبر بالضرر الاصغر، بالتالي فلا احد يزايد على المرضى، لان هذه طبقه كبيره اللي تعاني في صمت. خلي السي مادي السي الحنشي يجاوب على النقطه اللي ترتيها بخصوص القطاع الخاص، عاد نشوف السي الصديق. لا هادشي كندخلونا في اطار التحامل، لان الخطاب اللي تسوق ما كاين حتى شي حاجه. واش هذا خطاب كي يتقال على الطب في بلادنا في 2019 في الوقت اللي ان الاطباء المغاربه ملي كيمشيو برا عليهم الطلب بواحد الشكل ماشي عادي، يعني العنصر البشري ديالنا مؤهل بواحد الشكل كبير صبار، والدليل انه فيما مشى كيحقق واحد النجاحات باهره، ولا شك ان سمعتوا على الاطباء في امريكا، الاطباء في فرنسا ديالنا، في الامم في غرون بريطانيا، يعني في بريطانيا، يعني حققوا واحد المستويات عاليه. واش شنو الفرق بين هذا الطبيب وهذا الطبيب اللي هنا؟ واش هذا الطبيب اللي هنا ما عندوش احساس؟ ما كنحسوش بهذا المواطن كل نهار، وحنايا كنشوفوا مواطن اللي كندوزوا معاه ساعه ونص ونتحدى شي حد اللي يقول لي لا اننا كنوصلوا مع طبيب مع مريض اللي كيعاني من السكر ولا كيعاني من الضغط الدموي ولا كيعاني من مجموعه ديال الامراض، كنوصلوا معاه ساعه ونص وكنحسبوا له لا كونسلطاسيون بداك الثمن اللي قلنا اللي كتحسبوا للمواطن اللي شتيه في ربع ساعه حتى 20 دقيقه حتى نص ساعه. يصادف هذا واش ماشي عمل كينم على ان الانسانيه في هذا القطاع؟ في الوقت اللي القطاعات ملي كتعمل اضراب كيقول لك حبسنا القطاع، الطب الوحيد اللي ملي كيكون الاضراب كيقول لك المصالح الحيويه راها لا زالت تشتغل. فين هو القطاع اللي نقدروا نوصفوه بالانسانيه من غير الطب؟ فين هو القطاع اللي غادي يقدر يجي يقول لك انا داير اضراب ولكن كنخلي هذا الشيء اللي قال السي مديحي ديال الشيكات والروينه وهذا الشيء ما كاينش، التسعيره الفوتره وهذا الشيء ما كاينش. بالنسبه انا كنتكلم هنا باسم التنسيقيه الوطنيه للاطباء العامين بالقطاع الخاص، هذا الشيء ما كيخصناش في اطار ما كاينش في اطار الكلينيك، ما كيخصناش حنا، ولكن كنظن ان الاجوبه تقالت في الايام ولا في الاشهر القليله المقبله، لانه كانوا لقاءات والناس ديال الكلينيك وضحوا الموقف ديالهم من هاد الشيكات ووضحوا الامور بطريقه واضحه، دونك ما خلاوش اللبس باش نجيو نهاجموا ونقولوا راه نوار وربح تحت الطاوله، ما كاينش هاد الامور كتوضح. وضحوا علاش هاد الشيكات كتكون، علاش؟ لانه كاين مشكل في الكنوبس وفي سي ان اس اس، انه في لي روجيستر ما كيخرجوش، يعني انت ملي غتمشي للكلينيك وانت مؤمن مشيتي مع 12 الليل مشيتي مع 2 الليل، ما عندناش كيفاش في الكلينيك ما عندهمش كيفاش يعرفوا بلا هذا السيد كيفاش لو ستاتيو ديالو، كيجيب لك لاكارت واش مخلص واش ما مخلصش واش راه اجور واش ما كاين اللي كيطلب ليه شيك سيرتيفي مع 12 الليل فين غير سيرتيفي؟ لا ما كنقولش كيطلب، انا كنقول لك غير الاشكال منين جاي. هما راه مؤهلين، لا هما راه شرحوها في حينها وعطاوها النص صريح، لا عطاوها على سبيل الضمان. لا انا ما كنقولش الشيك ضمان ولا ماشي ضمان، الشيك هو وسيله للاداء، انا اللي كنعرف عنده قوه الابراء هو وسيله للاداء، اما بالنسبه لي انا شيك ضمان ماشي ضمان، هم اللي مسؤولين على القطاع ولا مسؤولين على الامور ديالهم وضحوها
والجميع اقتنع بالامور باش وضحوا. من هم اللي اقتنعوا؟ حنا كجامعه مقتنعين، حنا ما مقتنعينش. ما مقتنعش دونك الحوار جيوب المواطنين. هذه دعوه لان لا هذه دعوه للجامع انه يتناول هذا الامر. المهم حنا باش نكمل. لا حيت كاينه حاجه اخرى مرتبطه بها في المطالب ديال الاطباء في القطاع الخاص، هو المرتبطه ما اسموه يعني بواحد الثقل ضريبي يعني عليهم. وكاين اللي كيدخلوا في واحد النقاش يعني كاين هاد الايامات انه واحد النوع ديال التهرب الضريبي، انه كيف يعقل مثلا طبيب عامل في القطاع مثلا، افترضوا بانه السي المنتظر والسي الحنش زميلاني في الدراسه وهذا نفس المسار الدراسي. السي المنتظر اشتغل في القطاع العام، السي الحنش في القطاع الخاص. السي المنتظر كتقطع له يعني الضريبه من الصالير من لا سورس يعني بواحد الشكل عام. سي الحنش كيصور يعني اللي صور الله يعاون الله يكمل عليه، وكيديكلاري بتحايلات معينه واحد المبلغ 10,000 درهم 11,000 درهم، فكيحس سي المنتظر بواحد الغبن كبير. هذا من زميله، ما غاديش نقيسوها يعني بالموظفين الاخرين اللي كيتم الاقتطاع ديالهم من هذا. فملي جات هذه القضيه ديال المعالجه ديال هذا التهرب الضريبي، نط ربما كاين اللي كيفسر بها حتى هذه الاحتجاجات ديالكم. ما عرفتش رد ديالك على هذه الوجهه النظر. كما قلت لك رجعوا للسياق اللي كنت ذكرت في الاول، اننا رجعتك للسياق ديال الاضرابات كيفاش كانوا. دونك هذا الشيء كان بعيد كل بعد على ان على المراجعات وعلى هذا البوليميك اللي كانت في هذا الشهر اللي داز، الشهرين اللي دازت. ولا حنا بالنسبه لنا مشينا للوزاره، قدمنا ملف مطلبي في اطار تنسيق نقابي، دوزنا 6 شهور ما كاينش جديد، عقدنا اللقاء التنسيق ومشينا في اطار التصعيد. دونك كان الاضراب الاول نجح، الوزارة استجبت، ما كاينش حلول واقعية. التنسيقية قامت بالإضراب، كملت الملف المطلبي ديالها، بغات تقوم بالإضراب الثاني اللي كان في يوم 22 نوفمبر، بحكم أنها ما عندناش حاجة ملموسة بالرجوع إلى القواعد ديالنا. دونك قال لك حنا غادي نكملوا، ربما شي نقابات قروا أنهم يوقفوا ذاك الإضراب، حنا قمنا به نظرا لأننا القواعد ديالنا قالوا لنا ذاك الشيء. دونك الإنسان باش يجي يحكم على واحد القطاع ما كاين والو، علاش؟ لانهم كيدافعوا على راسهم لانهم مقيوسين. حنا المطلب الضريبي، واش سمعتيني قلتو دابا؟ لا كاين في البلاغ، لان انا كنقول لك يعني لا كاين اللي كيقول لك راه هذاك هو جوهر، اما التعريفه وداك الشيء كاين. نعم. كاين وجهه نظر، ما كنقولش انها هي صحيحه، كاين اللي كيقول لك راه هذاك هو جوهر هذا. دابا بالتنسيق مع المصحات الخاصه تحسوا بانه كاين واحد الاتجاه ديال انه غتسالي واحد التسيب ضريبي، فتحالفوا وتواطؤوا. كاين هذه وجهه نظر، انا ما كنقولش راه هي صحيحه. حريه التعبير مكفوله، يعني الانسان بالنسبه ليه كما قلت لك ملي كتنوض تبخس كل شيء، لا تقدر تقول اللي بغيتي، لان انت باغي تضرب هاد الناس من ناحيه الكفاءه، من ناحيه الجرم، يعني كتوصل انك تتهمه مباشره بالتهرب الضريبي. وهذا الشيء حنايا اول حاجه اكدنا عليها هي اننا قلنا راه ما يمكنش نوصفه ولا نوصمه، إذا جاز التعبير، نوصموا هاد المهنة الشريفة بهاد يعني الكلام اللي كيكون قاصح. واخا ما كاينش بعض الأطباء اللي كيديكلاري 10,000 درهم في السنة. دونك أنا كنقول واش ما كاينينش؟ كاينين بعض الأطباء، كاينين نزهاء، وكاينين عاوتاني الآخرين. أنا اللي كنأكد عليه هنا، واش كاين واش أنا هنايا باش ندافع على متهرب؟ ما يمكنش. حنا ماشي هنا باش نناقشوا الناس اللي متهربين في جميع القطاعات، ماشي هنا باش نناقشوا هذا الشيء. حنا جايين باش نناقشوا هذا القطاع، فيه مطالب، عنده مطالب معقوله، مطالب اللي كيقول كل شيء راه خصها تحقق، وغنخليو حنا التعريفه اللي خصها تراجع هذه 12 عام لما نحملوا المسؤوليه. ونقولوا لا الطبيب راه يتهرب ولا المحامي يتهرب، لان باش نكونوا متفقين هذه المراجعات الضريبيه اللي كانت راه كانت كتهم جميع عدد من القطاعات الليبرال، باش نقول الفكره انها اتجهنا للطب بالخصوص كانت في اطار التحامل اللي كنهضر عليه، وهذا الشيء غادي ما شملت مجموعه الفئات وهذا كل شيء كانت من حق الدوله انها تقوم بالمسائل ديالها، ومن حق الطبيب والمواطن انه يقول، المواطن بصفه عامه انه يقول بزاف عليا رانا كنستثمر. لأن ما نساوش واحد الحاجة، أنا الطبيب في القطاع الخاص ملي كيمشي يدير التكوين الطبي المستمر ويمشي للمؤتمر هذا وهذا المؤتمر هذا وباش يطور الكفاءات ديالو، منين غادي يجيب الفلوس؟ منين غادي يجيبها؟ ما كاينش تدخل، ما كاينش إعانة من الدولة، ما كاينش هذاك لو مونطون اللي غتخلصو أنت في العام على التكوين الطبي المستمر، ما كيتحيدلكش تمن لي شارج ملي كتجي تحط البيلون فيسكال.
مثلا انا مبلي بين قوسين بالتكوين الطبي المستمر كان كيعجبني مهووس به، وهذه بالاضافه لاغلبيه الاطباء راه ولاو هكا. علاش؟ لاننا مفروض علينا نطوروا نفسنا، ما يمكنش تبقى خدام بواحد الباجاج اللي جبتيه انت في 2002 2006 ومجال اللي كيعرف التغيرات يعني مستمر. وهذا بالنسبه للقطاع الخاص راه ستانديفي، كسوا الكلينيك كسوا الاختصاصيين كسوا العامين، يعني كتطور نفسك في الاجهزه، لان نورمالمون كيكون عندهم مشكل في القطاع العام، شكون اللي كيتحمل هذه المساله؟ الى القطاع الخاص انت ضربتيه ودربتيه وما خليتيلوش باش يستثمر، تقول له استثمر وتسنى لامورتيسمون عندك على 20 عام. الور كو هو راه كيحطها كاش ديك الساعه، كاين لا تي فيا. حنا كنشريو باش كنجهزوا العيادات كنخلصوا على ليكوغراف وعلى وهذه بالنسبه لنا حنا في بلادنا راه واحد الحاجه اللي كبيره، ان ما كاينش عياده طب عام في المغرب كتلقاها ما فيهاش ايكوغراف، الور في الدول الاخرى ما كايناش المساله. حنا عندنا التلفازه بين قوسين ولا تحق مشروع عند 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 المواطن، الور في بلاصه اخرى كيقول لك لا اسمح لي ما نقدرش انا نطور نفسي في هذا المجال. المواطن المغربي كيطور نفسه، الطبيب المغربي كيطور نفسه في المجالات ديال السكر ديال التونسيون ديال جميع المجالات، الطبيب العام في القطاع الخاص بالخصوص، فهو كيطور نفسه يوميا باش يوصل واحد الفكره. غير سمحتي لي فكره بسيطه، غير بالنسبه للملف المطلبي، لان بقيت وقفنا عند التعريفه غير باش نسرد النقاط بعجاله. كاين واحد الحاجه سميتها اخراج الخريطه الصحيه للوجود. علاش؟ لاننا باش ما نبقاوش هكا كاين واحد الضغط في لاكس ديال قنيطره كازا، عندك واحد 55% وجهات اخرى فيها واحد العدد بسيط. دونك خريطه صحيه ضروريه تكون، وهذه مرتبطه اساسا بالموارد البشريه الخريطه الصحيه، واللي ما كيبغيش يمشي يخدم في المناطق النائيه. الاساس ديالها شنو هو؟ الخريطه الصحيه هو الطبيب العام وطبيب العائله. علاش؟ لان انت كمواطن كتمشي مرتي، دابا حاليا انت كتلف ما عارفش راسك فين باغي تمشي، مرتي انت عندك وليدك عندك هذا مرتي في جوج الليل ما عارفش شنو دير، كتنوض الصباح شنو نقدر نمشي للفارماسي لا نمشي للطبيب لا نمشي لاختصاصي مباشره لحقاش عندي الحريق هنا. كاين واحد المساله اللي سميتها طب العائله، وجميع الانظمه الصحيه الناجحه في العالم كتبناه، حنا في بلادنا مازال. علاش حنا غادي نطوروا في واحد المسائل كبيره، وهذه نقطه للنقاش، علاش كنطوروا في مسائل كبيره وكنوصلوا لهذه المساله وكنديروا راسنا كنرجعوا اللور كنديروا راسنا ما شفناش؟ طب العائله خصو يكون هو المركز. انا مرت عارف الطبيب ديالي فين هو، كنجي كنصبح عنده كنقول له الطبيب هاش كاين كيعرفني، كيعرف الوالدين كيعرف الخوت كيعرف العائله كيعرف الامراض اللي عندي منتشره، دونك غير كيشوفني كيفهم شنو عندي، كيجي كيدير لي الملف ديالي كيوجهك انا ذاك هذه المساله لما تطوراتش لما خرجناش منها بحل راه ما غاديش نطور. خلي السي صديق نشوف اش كيقول في هذه النقطه. غاب في البدايه راه بغيت نشرح واحد المساله، هو حقيقة كاين مجموعة من الممارسات اللي كدار على مستوى المستشفيات العموم والمراكز الصحية، مي الإشكال هو التعميم ديالها. يعني دابا النقاش واش النزهاء اللي كثار ولا النزهاء الاستثناء؟ واش الشرفاء هما اللي الاستثناء ولا هما الغالبية؟ أنا ما عنديش الجواب. هذا السؤال يطرح. هذا من الصعب، لأن علاش باش نجاوب على السؤال خاص دار واحد الدراسة اللي كتعتمد على المعايير العلمية. أنا غير نطرح سؤال علينا حنايا، مثلا يمكن الإخوان كيمارسوا الطب، ولكن مثلا بحكم أنا ماشي طبيب وحتى الأخ طرحوا سؤال، شحال من مرة مشينا عند مستشفيات صحية أولا عند مركز صحي أو المستشفيات عند طبيب أولا في سيرفيس بيبليك، وشحال من مرة كنكونوا ساتيسفي؟ إلا مشينا غير رجعنا الميموار ديالنا ككل مواطن تيقبير غادي نتفاجئوا، راه ماشي هي الصوره اللي كنحاولوا نوصفوها بانه راه واحد الناس اللي ما كيتعاملوش مزيان الى اخره. انا غير بغيت نشير هذه النقطه، وهذه معطيات اللي ديال معطيات علميه. المنظمه العالميه للصحه كتقول بانه خاص على الاقل على مستوى بلاد يكون لكل 10000 مواطن 45 طبيب في الثلث ديال الاطباء والثلثين ديال الممرضين. 45 من الاطر الطبيه. احنا في المغرب عندنا تقريبا 15، كاين غير بعض الدول اللي حدانا فاتت 45 و11 تقريبا ثلث. بالتالي هنا كاين ضغط. بلا ما نهضر على ثاني حاجه اخرى، وكذلك كاين مشكل ديال المرضوضيه وديال الانتاجيه ديال، حيت ملي كنقارنوا الطبيب في القطاع العام مع الطبيب في القطاع الخاص كاين هناك خلل في المرضوضيه. يعني يقدر تلقى الطبيب في القطاع العام يقدر يدير ثلاثه العمليات في الاسبوع،
في القطاع الخاص كيقدر يدير 11، وبالتالي كاين مجرد حق اللي خصنا نديروه على مستوى الرفع من المردوديه ديال 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 الاطباء. وهنا راه صاحب جلاله في الخطاب راه كنهضر على ضعف في الحكامه ديال القطاع، وهذه مساله اساسيه. نعطي غير مثال، القانون الداخلي ديال المستشفيات حاط مجموعه من اللجان، اللي كاين مثلا اللجنه ديال التتبع والتقييم، كاين اللجنه ديال المؤسسه، كاين اللجنه ديال الاطباء، كاين اللجنه مثلا ديال الممرض والممرضات، وكاين كذلك اللجنه لمحاربه المشاكل مثلا ديال العدوى العدوى في المستشفيات، المشاكل مثلا وقعت مؤخرا بانه كاين شي واحدين اللي تصابوا بالعدوى. دابا السيد الوزير هو الحاجه اللي وصلنا لها بانه يجب احترام هاد الهيئات ديال الحكامه اللي منصوص عليها في القانون الداخلي اللي كينظم المستشفيات العموميه. كاين كذلك ولا لاحظتوا مؤخرا كاين مجموعه من 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 التعيينات على مستوى القطاع اللي داخله في هاد الكونستا ديال انه هناك ضعف على مستوى الحكامه، وبالتالي يجب يعني ماشي فقط ضعف في الموارد ولكن ضعف في الحكامه، ضعف في الاشتغال، وهذا وكانت واحد الدراسه كنظن هذا راجع كوما ميساج بانه غير مثلا الملف المطلبي خاص ب 509 بكامل تعويضاته، لان واحد اللحظه الطبيب كان يعتبر واحد الفئه في المجتمع، بلا ما نهضر بان حتى قانون المنظم قانون 131/13 متعلق بممارسه مهنه الطب كيهضر في الماده جوج ديالو واحد الماده اللي اساسيه ومهمه جدا، وكيقول بانه الطب مهنه لا يجوز باي حال من الاحوال وباي صفه من الصفات ان تمارس باعتبارها نشطا تجاريا. انا هذه المساله اساسيه، لانه نهار اللي كيختار الطب راه كيكون فاهم بانه راه واحد المهنه اللي فيها نبيله اكثر من انك اللي غتقدر مثلا دير نشط تجاري، ولكن كذلك كفئه، ولكن هناك فئه خاصه بطبيعه الحال باش يتحمى مثلا أكيد في الطب العام، مثلا في الطبيب العمومي خصو يتحمى أكيد باش ما يطيحش في الابتزاز. وكما قلت انا كاين حالات شاذه كاينين، هذه ما يمكنش نناقشوها، وبالتالي على الاقل كدعم المجتمع على المستوى المعنوي نحاولوا كذلك نتقاسموا التجارب اللي كانت ايجابيه، وما بقاش نشوف غير الصوره السوداويه، لان مساله اساسيه في النجاح ديال المنظومه ديال. كاين مثلا غير مثال، شي دول نقدر نعطي تركيا، هذه واحد 15 عام كانت كتمر نفس الوضعيه، نقص على مستوى الموارد البشريه، نقص على مستوى الهياكل الاستشفائيه، كذلك الانتاجيه كانت ضعيفه، كان مشكل على مستوى الادويه، هذه تقريبا واحد 15 عام. دابا بقاش الوقت، غادي نطلب منك باختصار في دقيقه ودقيقه ونصف يعني لكل متدخل فيكم، هذه بالاضافه لهذ النقط اللي تطرقنا لها كيفاش ممكن تجاوزوها، قلتي بان خص تكون واحد الروح ديال الايجابيه، ولكن كتبقى امور يعني اللي واقعيه اللي كتجعل انه ضروري من المعالجه ديالها باش نتجاوزوا هذه الاختلالات، الاستجابه للمطالب ديال الجميع سواء يعني اطر طبيه ولا مواطنين ولا مصلحه المستشفى العمومي. تفضل سي صدق. انا كما قلت اهم النقط اللي ما عندهاش واحد واقع مالي، فاحنا راه بادين في الحوار مع النقابات وكنظن غادي نوصلوا لحلول في اقرب وقت. كيبقى مساله ديال 509 بكامل تعويضاته، هذه مساله اساسيه. علاش؟ لانه حاليا الميزانيه المخصصه للبيرسونيل في وزاره الصحه حوالي 8 مليار، في حاله الا درنا بكامل تعويضاته تقريبا كتزاد 1 مليار درهم اخر، يعني كتزاد 13% من الميزانيه المخصصه للبيرسونيل، حاجه اللي من طبيعه الحال كتقدر تشكل واحد الضغط على التوازنات الماكرو اقتصاديه ديال البلاد. فيما يخص مثلا القطاع الخاص، فلاحظت مؤخرا كان اجتماع بين السيد الوزير وكان حضور كذلك المدير العام ديال الضرائب، اللي تناقشت في مجموعه من الملفات بما فيها كذلك الملفات المرتبطه بين المرتبطه كذلك بما هو مراجعه ضريبيه. نعم واضح. سيد المنتظر. نعم، بالنسبة إلى رجعت الاتفاق 2011، حنا لم نكن موقعين، رغم أن النقابة المستقلة هي اللي حمات النضال، ولكنها لم تكن من الموقعين، لأنه كان 509 بدون تعويضات، هذا تذكير. بالنسبة للسي مديح، بالنسبة لبعض الحالات الشادة اللي حنا لا نناقشها، لكن أكيد في أن يعني الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للقطاع العمومي هما اللي مع المواطنين في جميع حتى في المناطق النائية بالتواجد ديالهم، لأنه ما كاينش استثمار في القطاع الخاص في المناطق النائية. بالامكانيات المتوفره رغم قله الموارد البشريه وقله اليد وقله العده الى غير ذلك. وكاين اشياء جميله كاينه، والدليل هو ان في الاضرابات الناس ما كيكونوش راضيين، واخا كنعلموا على اتساع، لانه باش تعرف بانه كيكون واحد النوع من الهدوء فاش كتكون الممارسه الطبيه، ونحن كنقولوا بانه احنا ما عاجبناش الحال اكيد، لانه هذيك الاشكالات اللي قلنا وضعت عليها الاسبوع جميع حتى الاراده يعني الخطابات الملكيه ولا مجلس
الحسابات الاعلان الحسابات ولا هذا. كذلك بالنسبه كنقولوا بان المهنه ديال الطب فانها تعتبر مهنه انسانيه قبل كل شيء حتى في القطاع الخاص. وحنا ما بيننا وبين القطاع الخاص كاين يعني كندوروا على الكرامه، نعملوا في اطار الكرامه ديال الطبيب وديال المواطن اكيد. ومن خلال هذا الامر داكشي باش حتى كان عندنا بيان في سبعه دجنبير كنقولوا بانه القطاع الخاص كان ممكن ياخذ في اطار الطب ديال العائله، ياخذ بعض العائلات في اطار الرميد وتكون عليه تخفيفات او اعفاءات ضريبيه الى غير ذلك. ممكن عندنا واضح سي المنتظر واضح سي مديح. حقيقه تكلم على الكرامه متفق معاه. واش الكرامه هي انه نحطوا الشيك ديالنا كان شي المريض في القطاع الخاص والله ما يقيسوا ولا ما تحط الشيك ولا الاسباب؟ هذه هي كرامه. خصنا نكونوا موضوعيين. الا بغينا نتجاوزوا هذه منظومه الصحه في المغرب ما كايناش، نقولها ونتحمل كامل المسؤوليه ديالنا. من يزايد؟ خصنا الان اراده سياسيه حقيقيه ديال الدوله النظام ككل، تكون عندنا اراده سياسيه حقيقيه باش نوصلوا الى مستوى الرقي على الاقل في الحد الادنى لما هو متعارف عليه. واضح سي مالي. سي الحنوش الا بقى عندك شي اضافه باختصار. دونك الحل 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 ناخذ نكمل من انتهى الاخ. الحل هو تغطيه صحيه شامله وغادي نحلوا المشكل. غتمشي انت حتى هي في نقاش مثلا ديك الدراسه ديال الكنوب شحال مدير مع عمليه قيصريه، هي ماشي قيصريه وكيتسند في الصندوق. هذاك نقاش اخر، ولكن عندي عندي كارت فيتال فحال فحال الدول الاخرى 60% وخاص غير 20%. عندك كارت فيتال بعدا كنقولوا غتمشي تولي بكرامه، ماشي راك راميديست يعني كنطيحوا بك. عندك كارت تمشي بها فيما عجبك تحطها، راك دوزتي وراك قضيتي الغرض. نرجعوا للمطالب بعجاله لان كنا ما قلناهمش الله يطول عمرك. دونك بالنسبه لتنزيل التغطيه الاجتماعيه بما يتناسب مع الدخل، لان كان اجتماع اخر في شهر 12 واللي تقصينا منه بسبب استمرارنا في الشكل النضالي، ما تم الاقصاء ديالنا، ما تمش الدعوه ديالنا، وباقي كنطرحوا السؤال علاش لحد الان، لاننا جهدنا مارسنا الحق النضالي ديالنا. كاين محاربه جميع اشكال الممارسه اللاقانونيه للطب، راه هذه مساله راه هي الاساس، ما يمكنش نتقدموا ولا الجمعيات حمايه المستهلكه هي معنا. واش متفقش بلا الممارسات ديال اللاقانونيه للطب راه واصله لواحد المستوى في بلادنا ماشي هو هذا. كلشي من حقه يقيس في هذا السيد، كلشي من حقه يدوز عليه، كلشي من حقه يقرا عليه، كلشي من حقه يشرط له، كلشي فينا هو الطب في هذا. والمشكله اننا كنلوحوا يعني لي مو ولا الاضرار اللي كيوقعوا للمواطن ملي كيمشي عند الطبيب في الاخر كيصدق ذاك الطبيب هو اللي دار له كل شيء، الور كو المواطن راه جاك بواحد الحم بلا ما نهضروا. واضح اسي الحاج باختصار شديد. كاين عداله ضريبيه، دونك كنطالبوا بعداله ضريبيه، كنطالبوا بمساهمتنا في انجاح الرامد لانه كيعني مشاكل كبيره، وحنا هنا مستعدين ندوزوا لهم فابور ولكن مقابل اعفاءات ولا مقابل عداله ضريبيه كما كنقولوا. كنطالبوا بتثمين عمل الهيئه الوطنيه للاطباء والطبيبات من خلال مراجعه بعض القوانين اللي سفرت على الانتخابات. هذاك ملف اخر، هذا كان ملف كبير. بالنسبه لما يفرقنا على القطاع العام ولا ما يجمعنا، يجمعنا كل شيء. يجمعنا بالاساس عدم استجابه الوزاره للمطالب. كاين اللي غايقول لك راه اغلبيه العاملين في القطاع الخاص راه من القطاع العام. تهرب. شكرا 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 شكرا. في الاخير كلمه الوقت لا لا لا، السياسه فن الممكن. الزملاء التقنيين يخبروني بان تجاوز الوقت مع الاسف سي الحنش. هذا نقاش اللي خصو يستمر. شكرا لك سي المنتظر سي مديحي وسي صديق، اشكركم جميعا، اشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعه، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.